الليلة حقيقة قصة ومجموعة قصصية من المجموعات القصصية التي قرأت ما قيل عنها قبل أن أقرأها. قرأت الكثير من التعليقات الإيجابية بالتأكيد والإشادة بالقصة أو الرواية أو المجموعة وصاحبة هذه الرواية، وكانت في حالة موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وحالة داخل مع أروقة معرض الكتاب، وهذه الحالة لفتت النظر إلى أن هناك عمل مبدع أو عمل إبداعي يستحق الانتباه ومن ثم يستحق القراءة. قرأت هذه المجموعة بالأمس ووضعت يدي على سر الحفاوة بالكتاب والكاتبة. الصدق كان هو الباب الملكي للدخول إلى قلوب القراء، وكان المداد الأساسي الذي كان بتستخدمه الكاتبة هو مداد الإحساس والشعور الصادق، فالصدق كان بيجعل الكلمات تجد طريقها إلى قلوب وعقول القراء. هذه الرواية أعتقد وأتصور أنه ستكون بداية لقاصة وروائية يشار إليها بالبنان خلال المرحلة القادمة. الزميلة العزيزة الكاتبة الصحفية مها سالم، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا نشأة. حقيقة سعيد جدا أنت معايا دلوقتي وسعيد بالرواية، وزي ما قلت لك يعني قرأت معظم الرواية لم أكن كلها، يعني بيت الخرنفش. والحقيقة هي قصة قرأت ما قيل عنها وقرأت إشادات لزميلات وزملاء أثق في آرائهم، لكن ده كان بيديني دافع أن لابد أن أقرأ رغم ضيق الوقت، لكن قرأت والحقيقة استمتعت، والحقيقة اكتشفت أنني أمام روائية ويجب أن تكمل الطريق. ربنا يخليك يا أستاذ ناشر. يعني الحقيقة الرواية بتقدم نموذج للأسرة المصرية، الفتاة المصرية، الحارة المصرية، مغرقة في المصرية بشكل أبهرني، يعني وكأني عاد بي الزمن إلى الوراء وعبق الحارة المصرية بتقلدها. كيف فعلت ذلك؟ بشكر حضرتك على المقدمة دي، وكلام حضرتك أعتز بيه لاعتزازي جدا بمكانة وقيمة حضرتك. في الحقيقة الموضوع كان بالنسبة لي تلقائي وبسيط، لكن في نفس الوقت لما قررت أنه هو يبقى كتاب كنت قصدة أني أكتب التفاصيل زي ما عشتها وزي ما حسيتها، لأن إحنا مفتقدين كلنا ريحة الحارة المصرية وتفاصيلها. يعني يمكن الفقرة السابقة أستاذة يسر كنا بنتكلم عن الهوية، وكنت متابعة زي إن إحنا بنتكلم عن الشخصية المصرية، ومتابعة الطوفان وعايشة في العشر سنين الأخيرة، وبقى دلوقتي قربنا نبقى 15 سنة. صحيح. السنين بتمر مننا، يعني زي ما بنقول ما تسرسبيش يضمون بين ايدينا، احنا فعلا الايام بتسرسب بينا وبنتاخد في طوفان. الشرق اسيوي والتركي والشامي والامريكي، كل ثقافات متنوعه، لا هي شبهنا ولا هي ليها نفس جذورنا ولا ليها نفس ثقافات. طب هو احنا ما عندناش ثروه حقيقيه؟ احنا مش عندنا تجربه في غايه التميز ولازم نحتفي بيها؟ مش بس الحضاره العظيمه المصريه القديمه والملوك الفراعنة، احنا اللي احنا عشنا ايام فيها الاصول وفيها القيم وفيها السعادة وفيها الكفاح وفيها التجربة، اللي بقى واجب علينا ان احنا ننقله للاجيال اللي جاية ونقرخه ونسجله. انا الظروف خلتني اني انا اكتبه بمداد الالم والحزن والوجع، لكن كنت قصدة ان ده مش هو اللي يضغى قد ما اللي ما وراءه، لان كل انسان مبتلى، والحياة والموت والمرض والضيق كل ده مفروض على الإنسان. مفيش سعادة دائمة، مفيش صحة دائمة، لكن إزاي بنواجه ده وإزاي بنعيشه وإزاي نقدر نحتفي بالتفاصيل الجميلة؟ يعني إزاي يوم الجمعة ده يوم مقدس عند الأسرة المصرية ونحتفل بيه؟
العادات البسيطة بتاعتنا اللي يمكن يكون الشباب دلوقتي ممكن يكونوا نسيوها، وبنقول كل واحد بيتغدى الواحد بياكل لوحده، وبناكل وجبات الأكثر مش مصرية ومش مصرية ومش جذور مصرية، وازاي ان احنا يعني ما بقيناش نتلم في المصيف وما بنروحش، بس بنقارن على حسب المستوى المالي والمادي والاجتماعي. طيب في حاجات متعة أكتر من كده بكتير، الفلوس الدنيا ما تغنيش عنها، ولا مركز أي مركز الواحد يوصله يغني عنها. الصحبة الطيبة، العشرة، الرحمة، التواد، راحة البال، ده ما بيجيش من فراغ، ده ليه خطوات لازم تتعامل. ده الفلسفة اللي كانت ورا 30 حكاية، ده المورال اللي أنا عايزة أوصله لما أقول تربية الراهبات، وأكتب بالتفصيل، أصدق إن أنا أكتب بالتفصيل إيه اللي بيميز تربية الراهبات. أنا قصدي بيها مش بس إن أنا أحكي تجربتي الشخصية في التعليم بالشكل ده، وان انا اشوف العطاء واشوف الصدق، ان هو ان احنا ازاي نحط قيم الصدق، وان احنا يبقى عندنا حصه مره في الاسبوع نتكلم فيها عن الاخلاق ويتنقل لنا ده، ونتعاقب لو كذبنا اكتر من عقابنا لو درجاتنا كانت منخفضه. الهدف ان انا ارجع اقول ان عوده الاخلاق دورنا كلنا، عوده القيم دورنا كلنا، الحفاظ على الهويه المصريه بيبدا من الاسره، التمسك ان احنا نبقى متمسكين بجذورنا، ان الام ليها الدور الرئيسي والاساسي لصلاح الاسره وصلاح المنزل، ومهما تحققت مهنيا ده ما يغنيش ابدا عن دورها الرئيسي والاساسي في المنزل، ان هي تنشئ اسره صالحه وترعى بيتها. طيب هل ده يتعارض بقى، ولازم المراه اللي تعمل اللي تبقى متحققه وناجحه وتبقى كاتبه وتبقى مستشاره وتبقى طبيبه وتبقى مهندسه لازم ليها صفات خارجيه معينه؟ يعني قصده تحديدا ان احنا في وقت من الاوقات جت علينا موجات كتيره جدا يا استاذ نشأت، كل كلامنا المراه المحجبه رجعيه، المراه اللي بشعرها لا دي منفلته، اللي بيلبس كذا ده اتجاه يمين، اللي بيلبس كذا ده اتجاه، عمالين نقسم في نفسنا، اللي يلبس حاجه يلبسها. احنا مجتمع متميز متميز بتنوعنا وثرائنا. صحيح. احنا دوله أهم وأكبر من التفاصيل الصغيرة اللي تفرقنا، اللي بيجمعنا أكبر بكتير. صحيح. إحنا العيلة، وكنا بنقعد على طبلية واحدة بنتلم عليها كلنا، الكبير والصغير، واللي بيتعلم في الأزهر بيتعلم في مدارس الفرنسية وبيتعلم في مدارس الحكومي. لما ولادنا راحوا مدارس انترناشنال بدأنا نحس إن هم مش شبهنا ومش عارفيننا، وإحنا في البيت سبناهم، فهنا بدأت الخطورة. فأنا عايزة أرجعهم وأرجع أقول بقصة حب حقيقية، وعن طريق دروس مستفادة احنا عشناها، وفي إطار قص يجذب الشباب كمان، لأن أنا بستهدف ولادي ومن في سنهم كمان مش احنا بس، فأقدر أقول لهم لا ممكن تعالوا على فكرة، ده احنا صينية الفول اللي احنا بنتجمع حواليها الصبح يوم الجمعة دي ليها مذاق مختلف، الطقوس والتقاليد بتاعت عزوماتنا المتبادلة يوم الجمعة في رمضان في البيوت مش في المطاعم، مش الأكل الجاهز، إن كل سيدة بتباهى بصنعتها وبتفوقها، وهي دكتورة وهي مهندسة وهي صحفية وهي مستشارة وهي وزيرة، لكنها في النهاية امرأة مسؤولة. والأب ممكن يبقى قائد زي جوزي ويبقى ضابط جيش متفوق وكان يبقى الأول على دفعته ويبقى بيتولى أصعب أهم المناصب في أعقد التوقيتات، لكنه رجل مسؤول عن بيته وعن أسرته وعن رعايتهم وعن حمايتهم وعن تأمينهم وعن السؤال على والدته والذهاب معاها للطبيب والبحث عن الأدوية والسؤال على الأهل ورعاية الخالات والسؤال على أهل الزوجة. هل ده كده بنقول إن هو في عصا سحرية؟ أبدا أبدا. دي الشخصية المصرية الطبيعية، هو دي المصرية الطبيعية العادية، دي الشخصية المصرية. أنت مها في الرواية الحقيقة يعني أبهرتيني بمجموعة قيم، أنت اجتماعية يعني شخصية اجتماعية، وكان زميلاتك او صاحباتك اللي انت باسمائهم بقى انا بفتكر رندا ومين ومين ومين. أيوة. المجموعه دي اللي كونوا شخصيتك برضو وانت كنت معاهم سواء في المدرسه وانت بنت الحي المصري الاصيل بتكلم فرنساوي بطلاقه وشاطره في تعليمها وشغل البيت وتطلع يعني فكره الشخص الاجتماعي او الشخصيه الاجتماعيه ده أثرت في بناء الشخصية، إن يعني أنت بتعرفي أكتر من شكل وأكتر من سلوك وأكتر من ثقافة، وبعدين لما أنت كنت قاعدة في الحي الجمالية واتنقلت للهرم بالتأكيد في تغيير حصل
ده برضو هنرصد منه تغييرات في المجتمع. ان احنا زمان كان فيه الاحياء بتاعتنا او الحي الشعبي بتاعنا اتنقل على الهرم وفيصل والتوسعات والتجمع والشيخ زايد وغيره وبتوع الزمالك والمنصور مشي وغيره، فعملت خلخلة في بعض القيم المصرية او مجموعة القيم المصرية. رصدتها ازاي؟ والله اللي لفتت نظري بتحليل عميق جدا ليها دكتورة فاطمة سيد احمد الكاتبة الصحفية وصديقتنا وحبيبتنا واستاذتي طبعا في الاعلام طبعا. العسكري، وهي كانت احد اهم الاسباب اللي خلتني اعمل الكتاب، لما قالت لي اللي انت بتكتبيه ده انثروبولوجي، ده علم الحياة الانسان الاجتماعية والتشريح الانسان زي التشريح كده ما بنشرحه في الطب، بنشرحه كمان اجتماعيا وسلوكيا، وانت عملتي ده وشاطرة جدا فيه، فأرجوكي كملي وتعمقي فيه. فبوجه لها من خلال حضرتك كل التحية. ده بالظبط التوسع والانتقال لمكان آخر، يمكن ده كان تطور طبيعي لتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي وزيادة عدد السكان اللي بتستدعي ان احنا كل شوية بننتقل لبقعة أكثر أخرى على الشخصية. لكن المهم ان احنا واخدين ايه من قيامنا معانا.